ام حبيبه من المنوفيه. اتفضلي. طيب انا احنا شفنا يا ام حبيبه الام دي. ماشي. اتفضلي يا ام حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اتفضلي قولي سؤالك. لو سمحت، انا جوزي بقاله فتره كبيره، بقاله سنين طويله، يعني داخل على 15 سنه، تعبان بالقولون. عنده مغص على طول وانتفاخات باستمرار، بيفضل فتره كبيره جدا في قلب الحمام. فتحة الشراج عنده بتنقبض وتنبسط كده، يعني ما بيقدرش ان هو يتحكم فيها. سواء عنده امساك او اسهال، بيفضل يعتل كده وبيفضل تعبان جامد. المغص ده مستمر معاه على طول. اخر الدكتور شخصه قال ان حركة القولون عنده لما ظهرت على الجهاز كانت ظاهرة زي مسطرة كده، عمل له تدليك كده بالجهاز، بقت تظهر شرط طلع ونازله. بغض النظر عن التشخيص يا ام حبيبه، هو سؤال، يعني هل زوج حضرتك عمل التحليلات العامه اللي عمل تحاليل كتير وعمل منظار مرتين؟ لا معلش معلش، انا فيه هو تحليل بالنسبه للمحوري، وهنكمل بقيه التحاليل اللي بتثبت ايه بالظبط اللي موجود، اللي عامل التهاب في القولون. التحليل بتاع طالما هو التهاب في القولون، فاحنا هنتكلم هنا عن الفضلات، تحليل الميكروب الحلزوني في الفضلات بتاعته. تحليل الميكروب الحلزوني في البراز، هو عمل تحليل الميكروب الحلزوني ولا لا؟ تخيلي لا. الجرثومة، ما هو ده اهم حاجه. كان زمان من كام سنه كنا اللي احنا نعرفه عن الجرثومه الحلزونيه اللي هي بتصيب المعده وبتعمل التهاب في المعده وبتعمل قرحه في المعده. وبعدين شويه شويه بدانا نفهم اكتر ان الجرثومه الحلزونيه دي، لا ده في منها نوع كمان بيصيب القولون وبيعمل التهاب في القولون، وكمان ممكن يعمل التهاب مزمن في القولون. وبعدين المعرفه زادت شويه بشويه، وعرفنا ان هي ممكن تعدل الدم، بتصيب الجهاز الهضمي وتعديه وتوصل للدم كمان. اما بتصيب الدم ممكن تعمل امراض مناعيه زي نقص الصفائح اللي هو الايه المناعي. فاحنا سيادتك ابحث مع الشرطه. هنبحث مع الشرطه عن مين؟ عن اثنين حضرتك. الاولاني هو الميكروب الحلزوني بالنسبه لزوج سيادتك، والثاني هو الميكروب بتاع السالمونيلا اللي هو بيعمل التيفود. ومش شرط يكون عنده حمى، التيفود ممكن يكون كامن في الجسم لسنين طويله، كل اللي يعمله يعمل شويه التهابات في القولون. فانت اعملي له تحليل التيفود، واعملي له تحليل الميكروب الحلزوني في البراز. ده رقم اثنين، رقم واحد التيفود، رقم اثنين الميكروب الحلزوني في البراز. واعملي له سونار على البطن والحوض، شوف سيادتك لو كان في دهون على الكبد، لان وجود دهون الكبد بتاثر كتير في العمليه بتاعه الهضم، لان من ضمن الادوار الاساسيه للكبد هو انتاج الصفره. الصفره دي بتهضم الدهون، اما الصفره بتقل بيحصل للمريض مشاكل في الهضم بتاع الدهون، وكمان بيحصل له امساك مزمن زي ما حضرتك بتحكي كده. فالثلاثه دول حاجات اساسيه. محتاج يتعمل له تحاليل براز عاديه خالص، قد يكون في عنده ديدان، قد يكون عنده اميبا، قد يكون عنده طفيليات زي الطفيليات بتاعه الجردي او غيره. كل الكلام ده محتاج يتعمل يا فندم. سيبك من اللي احنا حركه القولون عندنا، احنا هنعمل ايه بالكلام ده؟ عاوزين نعرف مين الدخيل اللي بقاله 15 سنه قاعد وما اتعالجش، وبالتالي زوج حضرتك تعبان. مبدئيا احنا هنعمل، انا هقول لك على حاجه تطهيريه الاخ يمشي عليها لغايه ما احنا نعمل الحاجات الجميله دي. هو نبات الزعتر. الزعتر حاولي تشربيه زعتر كتير جدا، 3-4 مرات في اليوم. هو من النباتات الطبيه الجليله اللي بتطهر الجهاز الهضمي، القولون والمعده الاثنين يعني. طيب شكرا جزيلا يا ام حبيبه. ودكتور يعني عايزين نبقى نقف عند مداخله ام حبيبه دكتور، لانه تقريبا نص الشعب المصري عنده، يعني ما عادش كلمه قولون عصبي بقى، ما عادش. ايوه بقول لك اهو، بيعاني من نفس ما يعانيه زوج ام حبيبه، ربنا يشفيه يا ناس. والله في اسباب دلوقتي.